عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم شيوات حليمه ابو مرحبا بكم معايا في القناه اليوم غادي نقدموا مع بعضنا بريوش ولا بريوش كيجيو رائعين مورقين بطريقه سهله وبسيطه وكيجيو لذاد نمشيو للمقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه بسم الله بالنسبه للمقادير هنا عندي جوج بيضات عندي معلقه كبيره ديال الخميره الخبز وعندي 35 غرام ديال السكر حبيبات وعندي أربع كاس ديال الحليب و غرام ديال الزبده ورشه من الملح وكذلك عندي 300 غرام ديال الدقيق يعني الدقيق وضعت 300 ومن بعد ضفت 100 غرام يعني عندي 400 غرام ديال الدقيق على حساب نوعيه الدقيق هنا كيف كتشوفوا خديت العجان ديالي ولا نعجنوا بيدينا بحال بحال وضعت السكر والدقيق وكذلك ضفت عليهم جوج بيضات وهنايا الخميره بعد ما ذوبتها في الربع كاس ديال الحليب وضفت هنا قليل من الملح وغادي نعجن ولا العجان هكا كيخلط لي الكل يعني غادي تنحس تنع نشوف عفوا بان العجينه كلها تجمعات وغادي نبدا نضيف هنا الزبده بعد ما قطعتها قطع صغيره يعني طريفات هكا وكنلوحها ولا العجانه كتعجن كتدخل ديك الزبده في العجين وكذلك حتى بيدينا نديرو هاد الطريقه يعني كندخلو العجينه بشويه شويه بالنسبه كيف سبق لي ذكرت ان العجين خدات لي 400 غرام بالنسبه على حسب النوعيه كيف كتشوفوا حتى تولي ما كتلصقش ليكم في اليد يعني كتكون خفيفه وفي نفس الوقت ما هنا كيف لاحظتوا انا وضعتها في الامبول هكا وغادي نغطيها بفيلم اليمونتيغ ونخليها يعني في شي مكان دافئ يعني تقريبا شي ساعه حتى يضاعف الحجم ديالها هنا بعد ما مرت ساعه وضعفت الحجم غادي ن... 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 كيف دائما ندير شويه دقيق فوق طاوله العمل وغادي نخوي الهواء من العجين ديالي بهذه الطريقه يعني كتكون خفيفه ملي كت يعني كيضاعف الحجم ديالها غادي كيف غتلاحظوا انا غادي نديرها مره ثانيه تخمر هنا كيف كتشوفوا وضعت يعني هاد الطاسه وغادي نغطيها هكا ودرت واحد شويه الدقيق وهنا غادي نخليها تقريبا ليله كامله ولا حتى سته السوايع تقريبا يعني قد ما جلسات ارتاحت قد ما بقات مزيان يعني كنخليوها في الثلاجه يعني ليله كامله ولا سته السوايع هنا كيف كتلاحظوا هنا عندي 100 غرام ديال الزبده غادي نسرحها هكا بين هذا الورق ديال الفرن وندخلها كذلك للثلاجه يعني غير الثلاجه ماشي المجمد حتى اه هي اه تبقى حتى نبغي نديرها وسط اه العجينه ديالي يعني الطريقه ديال هذا البريوش كيجي رائع ويجي رطب وحتى كيعطي واحد المذاق غزال بالذيت بهاد الزبده اه من بعد هذا عندي الخليط اللي غادي نديرو يعني عندي كاسوناد عندي جوج معالق ديال السكر كاسوناد وبالنسبه للكاوكاو عندي هنا كاوكاو حمرته وطحنته يعني ما انا ما عبرتش الكاوكاو هنا عندي ابيض بيضه كناخذها كجبانه كنوضع فيها الكاوكاو ديالي اللي محمر ومطحون هنا سكر كاسوناد وابيض بيضه وهنا وضعت واحد قليل من فانيلا ولا ساشي ديال الفانيلا أه كنخلط هكا باش نحصل على عقده ديال كاوكاو ولا خليط ديال الكاوكاو هكا باش غادي نعمر به البريوش ديالي بإمكانكم ديروا اي حشوه يعني ديروا اللوز أه يعني اللي اللي بغيتو صافي هنا كيف كتشوفوا حصلت على هذا الخليط هكا وغنخليه جانبا يعني بدمه أه وجدت لي العجين ديالي هنا بعد ما مرات ليا سته السوايع يعني بامكانكم كي السبق اللي تقص وضعوها في الثلاجه ليله كامله قد ما جلسات كترتاح كتجي غزاله وكتجي يعني قابطه روحها كيف كتشوفوا يعني قاصحه هذيك الزبده اللي تعجنات بها شدات فيها مزيان صافي نسرحها وغادي ناخذ حتى الزبده اللي سبق اللي سرحتها حتى هي ودخلتها للثلاجه غنديرها فوق منها الزبده كتعطيها واحد البنه وكذلك كتجي هشيشه وكتجي يعني واحد التوريقات غير هكا مادام هاد العجين راه فيه الخميره يعني ماشي بحال بحال الكرواصه ولكن هاد الطريقه يعني آه كيديروها الناس ديال المحلات الكبار بحال لي باتيسري وهاد البغيوش يعني يعني معروف بريوش فرنسي يعني بهاد الطريقه باش كيجي كي لذيذ ويجي هشيش صافي كنسرحها هكا باش ديك الزبده كتسرح لينا في العجين يعني بحال الطريقه ديال العجين المورق ولكن ماشي عجين مورق كيف سبق اللي ذكرت يعني هذا بريوش صافي كنا نطويوه هكا باش نتاكدوا بان الزبده صافي راه تسرحت لينا بهذه الطريقه صافي غير نسرحوها هكا صافي راه الزبده راه تسرحات يعني ما, ما كنخدموهاش بزاف يعني هاد الطريقه صافي صافي وغادي نديروها الطريقه هي الاخيره باش نتاكدوا بان الزبده ديالنا ترحات في وسط العجين والعجين ديالنا ولا اه رطب هنا المعجون ديال الكاوكاو كيف كتشوفوا خديته وكنديروه كحريبلات باش غادي نعمرو باش غنعمرو بها البريوش اللي بالضفيره على شكل الضفيره وكيجي رائع هذا البريوش يعني المذاق ديالو زال بالكاوكاو صافي وكنا نخليه جانبا بالنسبه للكاوكاو تقدروا ديروه حتى النوازيت هنا كيف كتشوفوا العجين ديالي بعد ما سرحتها غادي نقسمها على جوج باش غادي ندير جوج البريوشات وهنايا العجين ديالي غادي نوضع واحد شويه الدقيق وغادي نسرحو شويه هكا باش نحصل على شرائط باش غنكون بهم حريبلات هنا كيف كتشوفوا غنوضع الحرب ولد ديال الكاوكاو ديالي اللي سبق ان يعني درتو على هاد الشكل وصافي غنعمر به العجين ونسد هكا الجوانب ونبقى يعني نحرب هكا باش نتاكد بانه راه يعني التثق مع العجين صافي ونحطو جانبا وناخد شريط اخر وضع فوق منه الخليط ديال الكاوكاو كيف سبق لي ذكرت بامكانكم ديروا اي حشوه يعني بغيتو صافي نحرب هكا ون ونبقى نكمل الاخر شريط عندي يعني كيف قلت يعني تقدروا ديروا حتى النوازيت كيجي غزال ولديت يعني اللي متوفر عندكم في الدار بالنسبه لي انا متوفر عندي غير كاوكاو هنا كيف كتشوفوا غنديرها في هذا المول اللي دهنتو بالزبده وغادي ندير يعني الطريقه اللي معروفه الضفيره يعني كل شيء كيعرف يضفر <applause> سهله صافي وكان نحطها فوق من في هذا الاناء ولا هذا المول ونخليها جانبا خليها حتى كتخمر يعني تيضاعف الحجم ديالها وناخد باش نمشي نشوف نشوفو تاني الطريقه الاخرى اللي هي سهله هنا كناخذو غير العجين اللي بقى لينا وكنحربلو هكا ونسدو الجوانب باش ما يتحلوش لينا صافي غير كنحربلو ونحصلو على بودا وناخذو سكين ناخذو كذلك مول مدهون وكنقطعو غير هكا دوائر بحال هذا الشكل يعني اقراص شويه يكونوا عراض ما يكونوش أه 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 رقاق صافي وكنستفوا في هاد أه المول الطريقه كيف كتشوفوا سهله ونخليوها كذلك يخمروا هنا من بعد ما خمروا ليا دازت واحد الساعه حتى الساعه ونص على حسب الجو نضاعف الحجم ديالهم والفرن سخون مزيان وكندهنو باصفر بيضة اللي خلطو مع شويه الخل وشويه الحليب باش ما يعطيش صفريه على البيض صافي هنايا كيف كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالو يعني خمر مزيان وهنا ذلك هاد الدوائر اللي هما حطيتهم يعني طريقتهم سهله وبسيطه يعني بامكانكم ديروا غير شكل واحد يعني ماشي ضروري ديروا جوج غير العجين يعني مادام خرجت جوج يعني ديروا بجوج طريقات كيجيو غزالين ندخلوهم الفرن يطيبو من بعد ما طابوا كيف كتشوفو تحمرو طابو من التحت ومن الفوق غنصبر عليهم حتى يبردوا تماما عاد غنديروهم في كيف كتشوفو هنا في الطباق النهائيه كيجيو غزالين بريوش يعني يعني غزال ولذيذ يعني هكا ديروه في الصباح للوليدات ولا حتى في الكوتي غادي نقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوا يعني الدخل ديالو كيفاش كيجي كيجي يعني الديد رطب مقرمش من الفوق والداخل و... يعني غزال كتجي فيه واحد اللدة غزالة طريقته يعني ما يعني ماشي شي حاجة آ... اللي هي فيها تعب هو كيجي الديد وهذه اللي فيها الكوكا يعني محشية بالكوكا كتجي تاي غزالة ومرقة نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ديال هاد لي اللي آه يعني مورق طريقته سهله وبسيطه ولذيذه ومغايره على البريوش العادي اللي كان قادو لذيذ يعني غير جربوه يستحق التجربه نتمنى يعجبكم الفيديو و الى عجبكم ديروا لايك واللي اول مره كيزور القناه ديالي يضغط على الزر الاحمر باش يوصلو الجديد الوصفات والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه